كنت مديره في الأهرام يا كابتن، وانت موجود رئيس نادي الأهلي، هل لقيت في مشكلة بالنسبة وانت رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حاجة مختلفة مع رئيس مجلس إدارة وكالة الأهرام؟ كان لما رحت الأهرام ابتديت حياتي مندوب إعلانات، وابتديت حياتي إن أنا بنزل زي أي مندوب يعني، تنزل للشركات مع إني مثلا كنت كابتن النادي الأهلي وكابتن ومنتخب مصر نفس هل الكيس. دي ساعدتك يا كابتن حسن؟ طبعا اسمي ساعدني طبعا، بس كمان معايا مؤسسة كبيرة طبعا الأهرام. طبعا الأهرام مؤسسة كبيرة واخد بالك، وبعدين حتة التسويق ديت كانت عندي يعني فيها بسرعة اتعلمتها وبسرعة، وهي عايزة حتة عشان كده بطلت بدري يا كابتن. وعشان كده ايوه ده سبب من الأسباب فعلا. ما انا زمان ما كانش فيه احتراف طبعا، وكان لسه موضوع الإعلانات في مصر برضو ما كانش انتشر يا كابتن. لا الأول دور، لكن الجرايد موجودة، الجرايد كان موجود، انما التلفزيون برضو لسه. كان لسه برضو شوية يعني برضو يعني بس منتج جدا يعني. الإعلانات في الأول دور والتلفزيون خد بالك، الصحف طبعا والورقية والكلام دوت كان موجود على مدار عمره. لكن تطورت المهنة بقى. يعني الأول مثلا تتخيل أنت لما بينزل إعلان كان بيترسم بيد الناس الفنانين او الصف اللي موجود في ورش الاهرام. النهارده بتطبع، تاخد حاجه طبيعيه، في مكان مخصوص للحاجات دي، جبنا المكان ما يمكن عشان كده دي من الحاجات اللي انا بعتز بيها. ان اول واحد غير السيستم الرسم دوت واخد بالك، كان الله يعني كان في بصمه للكابتن حسن حمدي في وكاله الاهرام. الحمد لله بقول لك المكان المكان بتاع الطباعه الحمد لله ان هو جه في فتره انا يمكن اول واحد ساعدت الناجي، بالرغم ان كان عندي استاذ طبعا الاستاذ سيد مرسي الله يرحمه، كان استاذ علمني كل المدير كل لما مهنة. كان هو المدير، مدير عام لوكاله الاهرام الاعلام وعضو مجلس اداره الاهرام، انا جيت بعديه بقى ماشي يعني هو. فطبعا ظروفي جوه الاهرام كانت سريعه يعني بقيت مندوب الحمد لله ربنا وفقني. اجتهدت، برافو عليك. ما فيش حد كده، ربنا ما بيديش حد كده. ربنا وفقني بسرعه فيها كمندوب، بقيت نائب مدير، بقيت مدير، بقيت عضو مجلس اداره الاهرام وتسلسل بقى. طب علاقاتك ايه كانت مع رؤساء وكاله الاهرام كلهم؟ هو واحد بس اللي اتعاملت معاه هو الاستاذ سيد مرسي الله يرحمه. لا انا مؤسسه الاهرام مؤسسها كمؤسسه كانت علاقتي كويسه طبعا بيهم، حتى مع الزملاء الصحفيين كويس، كانت علاقتي بيهم كويسه، مع كل علاقتي بيهم كويسه. طب احنا معانا تقرير كده، واحد حبيبك قوي وشخصيه جميله جدا، فهو بعت لك رساله. انا والكابتن حسن كنا اعضاء في مجلس الاداره تقريبا مع بعضينا 6 سنين، يعني فتره طويله من حوالي 99 لغايه 2005. بعد كده غيرت الاوضاع في الاهرام وانا خرجت من مجلس اداره وهو استمر في مجلس الاداره. فترة الزمالة دي سمحت بدرجة من التعرف لكن ما كانش قوي يعني، إنما زملاء في احترام متبادل. كان إذا كان في أي حاجة لها علاقة بالإعلانات كنت بتصل بيه، وفي المناسبات يعني الأعياد رمضان حاجات زي كده يعني بحكم الزمالة، لكن ما كانتش الصلة في الحياة وثيقة. لكن بعد تعييني رئيس مجلس إدارة الأهرام كان أول شخص أنا رحت له، رحت له في مكتبه كابتن حسن حمدي، ولأن أنا عارف قيمة الإعلانات من الإيراد الكلي لمؤسسة الأهرام، فأنا رحت له في مكتبه وقلت له يعني كابتن حسن احنا عارف ان الاعلانات بتجيب حوالي 1.5 مليار جنيه للمؤسسة، بس انا عايز 5 مليار. كابتن حسن يعني سكت ثواني كده. طبعا كان اول حاجة اعملها، اول حد اتكلم معايا، اول طلب اطلبه، فقال ان شاء الله ربنا يسهل. فبعد كده يعني بدأنا بقى العمل، و يعني الحقيقة كابتن حسن من أفضل من الناس اللي اشتغلوا معايا.
وانا فخور بيه وفخور بالتيم اللي كان في الوقت ده معايا في الاهرام كمان. يعني كابتن حسن في الحقيقه هو الكابتن حسن رئيس النادي الاهلي اكثر شهره مني يعني، فكانت طبعا الناس بتقابلنا وبتاع، وكنت بحس ان هو كان بيبقى خجول جدا لان الناس بتروح عليه هو عارفاه هو يعني. انا شخصيا كنت فخور بيه يعني كرئيس النادي الاهلي وزميل عزيز، لكن هو كان دايما يسرع بانه يعرفهم يعرف الناس بيه يعني. المهم روحنا، انا فاكر كويس ان احنا روحنا على يعني في زياره المكتب الاهرام للاعلانات في اسكندريه، وابتدينا نتكلم مع الناس وعايزين نحقق كذا وكذا وكذا وكذا، واذا بي افاجئ بكابتن حسن اللي هو يعني ما بيتكلمش كتير خالص يعني ان هو طلب انه يتكلم. يعني عاده في الاعداد دي كنت انا اللي بتكلم، فهو لقيته بيتكلم، فقال الدكتور عبد المنعم طالب مني ان انا نعمل 5 مليار جنيه للاهرام، وانا بقول دلوقتي ان احنا هنعملها، وانه هنعملها خلال 3 سنين من خلال يعني خطه هنبتدي نشتغل فيها. الحقيقه انا سعدت جدا يعني، حكايه ربنا يسهل قالها لي في الاول، طبعا ربنا بيسهل في كل شيء، انما انه اداني اجابه قاطعه، وكانت في الحقيقه قدام كان عندنا ناس حوالي 50 بيشتغلوا في مكتب الاهرام في ذلك الوقت في اسكندريه. فالحقيقه دي الموضوع ده دخلنا مع بعض في مشروع قوي جدا لبناء الاهرام بشكل جدي، وحققنا نتائج رائعه. كابتن حسن انت وحشني جدا، وحشني الكلام معاك خالص، وانا عارف ان احنا قلنا الحكايه دي 20 مره لكن ما عملناش الواجب تجاهها ان احنا نقدر نقعد مره اخرى ولو قعده واحده زي الاعداد بتاعت زمان. ان شاء الله تكون يعني بصحه جيده، وتكون الاسره كلها بخير، ونرجو من الله ان تكون يعني عديت الفتره بتاعت الكورونا وبتاعت الفتره اللي فاتت دي بخير وسلام. اعتقد انا هظل اقول دايما انك واحد من رموز مؤسسه الاهرام، وبقيت مصر هتقول عليك واحد من رموز النادي الاهلي الكبار. فافرح يا عم، عندك الاهرام والنادي الاهلي مع بعض، كل سنه وانت طيب. تعليق على الدكتور عبد المنعم سعيد. دكتور عبد المنعم بني ادم وشخص جميل جدا، ومجيء رئيس مجلس الاداره عندنا في الاهرام كان متفتح يعني، كان يقعد يسمع كويس ويتناقش معانا كويس، وبحيث دايما كنا بنوصل لاحسن حاجه. بس هو الحقيقه كان سلس في تعاملاته، بيبقى باكنج للاستاف اللي موجود. نعم. واعتقد في الفتره بتاعته حقق نتائج كويسه جوه الاهرام قوي الحقيقه يعني. طيب هو طلب منك ان من مليار وي تعمله 5 مليار، انا بطلب منك عاوز اعمل ربع مليار، الله يخليك. هل ممكن يا كابتن؟ نفكر فيها. ايه المشروع اللي هنعمله؟